كنت متأكد إنك قدها. يعني راضي عني؟ جدا. سامحتني على اللي فاتي صراحة. نسيت كل حاجة. طيب هنعمل ايه دلوقت؟ هروح للعميل بتاعي اديله الورق واخد من الفلوس اللي اتفقتها معاه عليه. طيب وبعدين؟ بعدين نعيش حياتنا احنا بقى. بس عدلي يا صلاح. ما تحمليش هم عدلي. عدلي خلاص مش هيلحق يعمل اي حاجه. ده قتل يا صلاح، قتل. ما قلت لك عدلي ده شيلي من دماغك. عدلي ده. طيب واحنا يا صلاح؟ احنا مستقبل كله بتاعنا، شكله زي ما احنا عايزين نعوض اللي فات. حبيبي يا صلاح. ايه ده؟ مين اللي على الباب؟ مش عارف. ما تقلقيش، خليك انت هنا وراح اشوف مين. استني. ابو صلاح انت كنت نايم ولا ايه؟ ها؟ لا ابدا، اتفضلوا. انت معاك حد جوه؟ يعني اتفضلوا في المكتب عشان نتكلم براحتكم. ما تاخرتوش يعني في ميعادكم. هما كلمتين قلناهم وجينا على طول. وعدلي كان ايه رد فعله؟ هاج واتنرفز وشاط وقعد يهدد. واحنا ولا سالنا فيه، سبناه يباع بقى وخدنا بعضنا ومشينا. خساره. حقيقي خساره. انا اللي كان في دماغي ليكم اكبر من كده بكتير. يعني ايه يا متر؟ هو انت مش عاجبك اللي احنا عملناه ولا ايه؟ واضح انكم فكرتوا وخدتوا قرار وصممتوا عليه، فالكلام ما عدوش لازمه اخ زين. تقصد ايه يا ابو صلاح؟ اقصد ان انتوا زي ما خدتوا وقتكم وفكرتوا، من حق انا كمان اخد وقتي وافكر واشوف المصلحه فين. حقك ابو صلاح طبعا، حقك. طب ان شاء الله بينا احنا بقى حربي ولا ايه؟ زي ما انا الضيوف اللي عند المتر قلقوا عليه. هذا رايك يا زين. طب بالاذن بقى ابو صلاح. صحيح، يوم الخميس خطوبه زين، ما ينفعش تاخر. بجد؟ ومين بقى العروسه؟ دعاء بنت عم نوفكي. دعاء؟ مبروك يا زين، الف مبروك. الله يبارك فيك يا متر. عقبالك يا حرب زي زين. عقبالك انت يا ابو صلاح. يلا سلام عليكم. مع السلامه.